اهلا بكم من جديد في اولى فقراتنا الحواريه. الاهلي في كل مكان دايما متعودين بيكون معانا نجومنا من ولاد النادي الاهلي اللي ليهم اسم كبير مع النادي الاهلي، ودايما بقول لكم جمله بقولها كل حلقه وبكررها، بقول لكم ان نسر الاهلي اللي بيرفرف وطاير في عنان السماء كل واحد بيشوف نجمه المفضل في النسر، كل واحد بيشوف في نسر النادي الاهلي النجم اللي بيحبه، نجم كورة، نجم ألعاب قوة، نجم سلة، نجم يد، نجم سباحة، كل النجوم على مر العصور. 24 إبريل 1907 111 سنة بطولات وإنجازات ونجوم أساطير في عنان السماء. النهاردة معانا نجم من النجوم اللي جت وأضافت لكرة القدم في النادي الأهلي، وأدى بشكل كبير جدا وتميز، وكان مهادف، كان هداف كبير جدا، قناص من عيار فريد، صعيدي من المنيا، شرفني ومنورني، وكان دايما مشرف النادي الاهلي. كابتن علاء ابراهيم شرفني ومنورني. اهلا ايهاب، طبعا سعيد بيك وسعيد بقناه الاهلي، وبقول للنادي الاهلي ومحبيه وجمهوره ومجلس ادارته ولاعبيه كل سنه والنادي الاهلي بخير وبطولات اكتر واكتر ان شاء الله. منورني ومشرفني. نشوف تقرير عن الكابتن علاء ونرجع نتواصل. علاء إبراهيم المهاجم القناص ابن محافظة المنيا، واحد من أبرز المهاجمين في الأهلي خلال 5 سنوات قضاها داخل جدران قلعة الجزيرة. لعب علاء إبراهيم بالفانيلة الحمراء 5 سنوات كاملة بداية من عام 97 إلى عام 2003، حقق خلالها الكثير من النجاحات والبطولات. كان هدافا كبيرا يشار له بالبنان، سجل 73 هدفا بقميص الأهلي في البطولات المختلفة، لكنه يتذكر بقوة مشواره مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2001، حيث كان هداف الفريق في تلك البطولة. جاء انتقال إبراهيم للأهلي بعد تألقه مع فريق المنيا ليوقع عقدا مع المارد الأحمر 5 سنوات قبل أن ينتقل للوحدات الأردني، محققا بطولتي الدوري والكأس إلى جانب الحصول على لقب هداف الدوري، ثم لعب لعدد من أندية الدوري المصري، لكن محطته الطويلة مع بتروجيت لا تزال عالقة بالأذهان. كان علاء إبراهيم هدافا خطيرا وصاحب تسديدات قوية، يجيد اللعب تحت الضغوط، لكنه رحل عن الفريق بقرار من الهولندي بومفرير، وحاول البرتغالي مانويل جوزيه إعادته للأهلي مرة أخرى، لكنه فشل في ذلك لارتباط علاء إبراهيم بعقود رسمية مع أندية أخرى. دائما ما يؤكد علاء إبراهيم أن الأهلي هو صاحب فضل كبير عليه، ويقدر بشدة قيمة القلعة الحمراء، يرى أن جماهير الأهلي لها مكانة كبيرة في قلبه، لا يزال يشجع الأهلي مثل أي مشجع عاشق للفانيلة الحمراء. بعد اعتزاله كرة القدم اتجه علاء إبراهيم للتدريب، يتنبأ له الكثيرون بمستقبل ظاهر ليواصل تألقه مع الساحرة المستديرة، لكن من خارج الخطوط. أهلا بكم من جديد، وتاريخ كبير ونجم كبير. كابتن علاء، البداية كانت في صعيد مصر. يعني البداية كانت في نادي المنيا، طبعا نشئ نادي المنيا بيتي. الحقيقة يعني لعبت في المنيا 15 سنة 16 سنة، لعبت فريق أول بعدها من 16 سنة وأنا بلعب فريق أول، لعبت حوالي 4-5 سنين درجة أولى في الصعيد. السنة اللي احنا صعدنا فيها للدوري الممتاز الحمد لله يعني جيت النادي الأهلي. الصعيد وأنا راجل من الصعيد الأمور فيه صعبة شوية، وحتة أنك تمارس رياضة مش سهلة مع يعني صعوبة الحياة ومع انشغال الناس في أعمالها وفي حاجتها. أنت إزاي فكرت أنك تلعب كورة وكملت في الكورة، وهل كان حلمك أنك تيجي النادي الأهلي، ولا الموضوع تم إزاي؟ هو يعني مش حلم يعني كبير كان بالنسبة لي أن أنا بلعب كورة، بس هو ده الطبيعي بتاعنا. يعني كان إحنا من بلد أرياف ومعظم الناس كانت بتلعب كورة، الدنيا كانت
يعني اسهل من كده بكتير من دلوقتي بكتير. كان في اماكن طبعا اسهل بكتير طبعا. بنلعب في اي مكان، بنلعب اي حته واسعه كنا بنلعب فيها. الحقيقه كان في مش هنقول جورن على راي السعيد، كنا بنلعب في الجورن كده بالظبط، في الجورن بالظبط كده. لعبت فيه كتير بقى، يعني ساعدني كتير الحقيقه، يعني اهل بلدي كتير قوي لان انا كنت صغير في السن وهم كانوا كبار. الحقيقه كان والدي يعني كان بيلعب معاهم قبل كده يعني، فانا طلعت بس والدي يعني كان عايش في المحافظه بس انا كنت عايش في القريه يعني، فلعبت معاهم يعني الحمد لله كان عندي يعني شويه مهاره شويه، بديت العب معاهم. الحقيقه اكتسبت خبرات كتيره جدا من وانا صغير، اتعودت ان العب مع سن اكبر مني. لما رحت ناشئين نادي المنيا لعبت كل يعني 16 سنه. كان زمان الناشئين كان يا زوج يا فردي، يعني 16 18 20 او 17 19 او 21. فكنت بلعب 16 و18 و20، السنه اللي بعدها 17 19 21 وهكذا لحد كنت بلعب ناشئين. حتى يمكن ده فرق معايا شويه في حته التمرين، ما كنتش بحب التمرين شويه لان انا كنت دايما ماتشات، يعني الاسبوع كله بالنسبه لي كان ماتشات. طلعت فريق اول، بديت ان انا العب معاهم الحمد لله، يعني كان الطلعه بتاعتي برده كانت مساعداني شويه بشكل كبير. كنت انا يعني بلعب راس حربه، كنت هداف، فرقت مع الفرقه، كنت سن صغير، كنت بجيب اجوان يعني في السنه كنت ممكن اجيب 23 جون بال 25 جون في السنه. حتى السنه اللي احنا صعدنا فيها في الدوري الممتاز جبت 23 هدف، يمكن كان مسكنا كابتن حسن شحاته السنه اللي احنا صعدنا فيها الدوري الممتاز. فبديت بقى يعني امشي الخطى سريعه شويه لحد ما صعدنا الدور الممتاز الحمد لله، وكان جالي اكتر من عرض الحقيقه، كان جالي الزمالك والاسماعيلي والمصري. هنتكلم في التفاصيل دي، لكن الوالد كان ليه دور كبير جدا انك تلعب كره قدم ويبقى ليك شكل في كره القدم. شوف هو مش مساله الوالد، يعني انا يعني والدي بحكم الظروف ما يعني ما كانش يعني مستديم معايا في الاقامه يعني عشان يعلمني او يقول لي او يحببني في الكوره ولا حاجه، بس هي كانت يعني حاجه يعني حاجه كنت بحبها الحقيقه. انا كنت من الناس اللي انا بحب كره القدم، مش انا بس، كان ناس كتيره جدا على فكره. كان الصعيد مليان مواهب ومليان لعيبه زينا واحسن مننا بكتير. شايف ان في لعيبه ما خدتش حقها او ما بتاخدش حقها في الصعيد، والصعيد فيه مواهب كبيره؟ طبعا طبعا، مواهب احسن مننا بكتير. يعني انا السنه اللي انا روحت فيها النادي الاهلي ما انا ما كنتش افضل من ناس كتير يعني، وفي ناس ما راحتش انديه كبيره. يمكن بذكر دايما انا كان يمكن من جيلي بالظبط في الناشئين ومن سني كان ابراهيم صدي اخو كابتن حماده صدي. ابراهيم صدي في الكوره يعني حاجه يعني الحقيقه عاليه جدا يعني. يمكن انا شفت اللي قريب منه شويه كان ابراهيم سعيد شويه، لكن هو كان اعلى برضه، اعلى كسلوكيا واعلى تمرين، اعلى من كابتن حماده صدي بكتير بكتير جدا. كابتن حماده يعلم الكلام ده، وما كانش ليه حظ يعني، ما خدش فرصته، ما كانش ليه حظ، ما طلعش من مني. فهي الكوره بتبقى يعني توفيق، بتبقى نصيب، بيبقى رزق، ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون حاطط رزق اخواتك بقى، حاطط قرايبك في رزقك، فهو ده اللي بيبقى التوفيق، وربنا بيسهل يعني. ربنا بيكرم والكل مجتهد نصيب. طبعا. كابتن علاء، المنيا وطلعت الدوري الممتاز وكان معاك كابتن حسن شحاته، جالك اكتر من عرض زي ما بتقول. انا جالي الزمالك وجالي المصري وجالي الاسماعيلي، وطبعا كان النادي الاهلي الحقيقه. يمكن كان موقف طريف جدا، الله يرحمه كابتن ثابت، يعني كان ليه دور في ان انا ابقى متواجد الحقيقه في النادي الاهلي. كان اللي هو على مهله مدير عام للزمالك وعضو مجلس اداره تقريبا حاليا او قبل كده يعني، كان ماسك عندنا في المنيا في موقف يعني مكان حساس كده زي امن دوله، امن عام، حاجه زي كده يعني. فالمهم ان انا كان لعيب عندنا حارس جون بتاعنا كان ظابط، فبعته لي جابني من البلد، من البلد وبين المنيا ساعه. قال له هات لنا اللعيب ده وتعالى. لا لازم تجيبه لي. بالظبط كده. وطبعا قال لي ما تخشش المديريه. ميري. ما تخشش المديريه. فجالي هشام، اسمه هشام السيد. قال لي قلت له هشام، قال لي بص ما ينفعش اخش المديريه التي لازم تجيب. ما تحرجنيش وده تكليف. بالظبط. رحت اللي هو على ميل طبعا في المديريه، وكان الحقيقه كان متابع دايما لماتشاتنا في ومحب دايما على فكره، هو صديق عزيز ليا طبعا، بالنسبه لي اب يعني، بحبه على المستوى الشخصي يعني سياده اللواء. المهم رحت هناك المكتب، قال لي ده الزمالك عايزك وتمضي وتخلص. قلت له ماشي. امتى؟ قال لي بكره. المهم كلم، كانت تقريبا كمال درويش كان اللي ماسك النادي، دكتور كمال، قال له خلاص هبعت لك العود بكره وتمضيه ونخلصه. قال له ماشي. قال لي خلاص تجي لي بكره. نزلت رحت مكلم كابتن ثابت،
طبعا كان الموبايلات لسه طالعه جديد، طبعا ما كانش عندنا حاجه في المنيا موبايلات يعني. كلمت بالتليفون من السنترال العمومي، قلت له يا كابتن حكيت له الموضوع كذا كذا كذا، قال لي ما تروحلوش، قلت له ما اقدرش. قال لي قلت له ما اقدرش ده لواء هيجيبني من البيت. قال لي يعني قلت له ما البوكس هيستنى قدام البيت، اركب اركب. قال لي طيب اسكت بكره هحل لك الموضوع. فعلا بعدها ما بعتليش اللواء، ست اللواء ما اعرفش ما بعتليش ليه بقى. بعدها كابتن ثابت كان مسيطر برضه الله يرحمه، جه بعدها بقى بعت لي الشيك بال 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 بالاستغناء بقى، وخلصت الاستغناء ورحت النادي الاهلي. بس انا يعني كان ميولي الحقيقه الصعيد معظمه، يعني لو صعيد مثلا هقول 100% هتقول مثلا 90 95% اهلاويه، ميولهم اهلاويه. لو احنا قلنا مثلا حته القناه هتلاقي برضو يعني منقسمه، لكن الصعيد لا مميز بان هو اهلاوي يعني حوالي 90%. فانا كان ميولي دايما النادي الاهلي الحقيقه، فكنت بحب النادي الاهلي. عشان كده برضو لما اللواء علاء قال لك تعالى ما استعجلت، يعني انت برضو ايه رحت وقابلته، لكن طيب لما نشوف كده يعني لغايه ما تشوف الناحيه الثانيه. لا هو انا قابلت غصب عندي. اللواء ست اللواء علاء ميلت كان يعني حاجه كبيره جدا عندنا في المنيا طبعا، ويعني هو كان يعني بصراحه يعني بالنسبه لي كان يعني مش عايز اقول صاحب، ان هو كان بالنسبه لي اب ورمز كبير يعني لحد هذه اللحظه. الحقيقه علاقتي بيه محترمه جدا، وهو راجل محب جدا يعني، لكن الحقيقه هو يعني كان في موقفه لا ما نقدرش نقول له لا. الحقيقه السعيد ليه طباع خاصه وليه كده اخلاقه الخاصه، ودايما الريف والكره ليها والنجوع ليها طباع خاصه، فاكيد كانت في فرحه كبيره جدا في البلد ان نجم من البلد هيلعب في النادي الاهلي. يعني شوف يعني كانت حاجه كبيره جدا يعني، طبعا احنا يعني عندنا في الصعيد ان انت تلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي خصوصا يعني بس يعني برضو اليومين دول الدنيا يعني القنوات قربت كتير قوي من الانديه. اه بالظبط، يعني انت ممكن تفتح التلفزيون تلاقي ماتش الاسيوطي والنصر. ما كانش فيه الكلام ده طبعا، يا ماتشات اهلي وزمالك اللي كانت بتذاع بس 97 و98 بس. اه طبعا الحقيقه كان هم دول الانديه اللي هم كانوا يعني بيذاع لهم مباريات. فبالنسبه لي الحقيقه كان حلم كبير جدا اتحقق. الحقيقه بلدي اسمها قصر هور مركز ملوي وسط المنيا، كانت فرحه عارمه جدا الحمد لله. يعني يمكن كان قليل جدا حد كان ممكن يحلم ان هو حتى يلعب دوري ممتاز. احنا كان عندنا نادي المنيا نادي المحافظه، هو ده حاجه كبيره جدا بالنسبه للشباب في المنيا يعني. لكن كان فضل ربنا الحمد لله سبحانه وتعالى عليا كبير ان انا يوفقني وان انا اروح خطوه كبيره مهمه جدا في حياتي، فرقت الحقيقه في حياتي كلها لحد هذه اللحظه في ان انا قاعد معاك هنا. طبعا النادي الاهلي فرق معايا، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب من اسباب ان انا يعني اخد قسط كبير من النجاح الحمد لله فضل الله. وانت تستحق موهبه كبيره ونجحت مع النادي الاهلي وقدمت بشكل كبير جدا، وكان لك وجود مع جيل كبير جدا واسماء لامعه جدا، لكن ركبت القطر او ركبت عربيتك وجيت على النادي الاهلي. جيت في قطر ولا في عربيه؟ لا ما كانش في عربيه ولا حاجه. قطر. احنا ما ركبناش عربيه لما جينا النادي الاهلي لكن ركبت القطر، يعني جبت قطر كده، ويعني حتى ما يعني كنتش اعرف اجي النادي الاهلي لوحدي يعني، كان دايما كنت اجي القاهره، كان معسكرات ماتشات، معسكر ماتش مثلا يوم والتاني، لكن انا كنت الف بقى واعمل فيها الواد الروش والكلام ده كانت صعبه بالنسبه لي يعني. ولكن الحمد لله كان يعني كنت اسامه السويسي. مين ودعك على القطر؟ عارف اسامه السويسي انت؟ اه طبعا اسامه السويسي المتذكر اسمه لحد دلوقتي. اسامه من الناس اللي هي اللي استقبلتني بقى وكانت متابعه معايا واستناني في محطه القطر، وبعد كده هو اللي اداني النادي الاهلي. كان تقريبا كان ميدان الرياضه زمان كده. آه. في حاجه اسمها ميدان الرياضه كان هو بيكتب. اسامه السويسي واحد من الصحفيين طبعا اللامعين. وعمل معايا لقاء بقى وجابني بالقطر بقى والكلام دوت. فكانت بالنسبه لي كانت ايام جميله يعني، والحقيقه يعني شعور كان يعني خصوصا ان انا انت عارف العيشه عندنا في الصعيد عيشه سهله بس ما فيهاش المقومات اللي كانت موجوده في القاهره اوقات انا ما جيت يعني. احنا كنا بنتكلم كده موسم كام؟ 97. يعني انت بتتكلم يعني الصعيد كان لسه صعيد. لسه صعيد. لسه صعيد. هو لحد دلوقتي لسه صعيد. لسه طبعا صعيد. لسه صعيد واحنا كلنا من صعيد، لكن برضو يعني كانت فرحه كبيره وكان حدث.
طبعا كان حدث بالنسبه لي، كان حدث كبير جدا، ومش مش مش عندنا في القريه بس، كمان القرى اللي حوالينا في المحافظه كلها الحقيقه. يا ريت يا جماعه نجيب الكابتن علاء شويه على الشاشه كده، الناس في البلد تشوفه كده. اهدافه طبعا دي جميله، لكن يعني بيقول كلام مهم جدا، والفرحه الكبيره اللي طبعا كل الناس في ملاوه فرحتها. طبعا كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. زي ما قلت لك 90% من 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 عندنا من الصعيد عموما بيشجعوا الاهلي الحقيقه. وممكن انا كنت برضو محظوظ ان انا السنه اللي انا رحت فيها الاهلي الحقيقه لعبت كتير، يعني كان ليا تواجد وليا تواجد مؤثر، ورحت منتخب مصر برضو كانت حاجه. الدخول بقى على الاهلي، ما احنا مش هنروح كده بقى لعبنا ولينا تواجد. ما انت دخولك النادي الاهلي وانت هو ده النادي الاهلي بالزبط. يعني انت دخلت هو ده النادي الاهلي، يعني انت ما لعبتش في الممتاز، انت طلعت بالظبط على النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. كانت نقله كبيره. الاستاذ اسامه السويسي خدك من المحطه، نزلت في محطه الجيزه ولا في رمسيس؟ لا رمسيس. رمسيس. وركبت وجيتوا على النادي الاهلي. بالظبط. حلو. مين قابلك في النادي الاهلي؟ كان الله يرحمه كابتن ثابت. كان كان موجود الحقيقه، سابني استقبال كويس جدا. كان يعني كابتن ثابت كان ليه دور كبير الله يرحمه ويحسن اليه، يعني كانت من الشخصيات الجميله الحقيقه. قضيت معاه سنتين الحقيقه في النادي الاهلي، كان مدير كوره الحقيقه يعني مميزين جدا الحقيقه. فانا جيت، هو الحقيقه كان متولي ان انا اجي النادي الاهلي الحقيقه، حتى كان في بعض المشاكل كده كان هو حلها لي يعني بسبب العقد، وانا كنت ماضي في انديه ثانيه وبتاع الكلام ده يعني. فانا كنت متخيل بقى ان الكابتن ثابت يعني ايه خلاص، يعني اي حاجه ابويا يعني مثلا يبقى ابويا بقى يعني اروح له. اول ما خلصنا وبدانا بقى التمرين عادي يعني، كان ممكن يمشي ما يسلمش على طبيعي يعني بتاع اي لعيب. فانا كنت مستغرب يعني هو في ايه؟ هو زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ لقيت هو دي طبيعته. لا، ولما بيخش طبعا ما بيسلمش على كل اللعيبه، لو ما سلمش عليك اكيد انت بتقعد تلوم نفسك، طب انا عملت ايه؟ بالظبط. طب انا بتمرن وحش. لا هو مع كله كده يعني حاجه الحقيقه كان الله يرحمه والحقيقه اتعلمنا منه حاجات كتير جدا يعني. اللعيبه بقى لما يعني الكابتن ثابت بقى استلمك واتكلم معاك وريحك نفسيا، وانت قلقت شويه لازم يعني عايز برضه حد يطمن عليك، حد يكلمك، دخلت على الفريق، لقيت مين في الفريق؟ لا هو كان السنه اللي انا رحت فيها كان كتير قوي، كان كابتن عصام عرابي كابتن الفرقه، كان كابتن حسام، كابتن ابراهيم، هادي خشبه، وليد صلاح، عماره، محمد يوسف، مشير حنفي، لا ده يعني كانوا يعني جيل. لا جيل اسماء. تقيل. عصام عرابي مفيش واحد في مكانه مش نجم يعني. كان الوقت ده كان الاهلي، انا دخلت في السنه دي كنت انا وحسين شكري. افتكر كابتن حسين شكري. طبعا نادي ترسانة، كان جاي من ترسانة الاسمراني ده. حته لعيب برضه مميز جدا طبعا. انا السنه دي انا دخلت انا في النادي الاهلي انا وحسين. انا كان محظوظ شويه ان انا كنت مطلب على فكره يعني. كنت مطلب يعني ساعتها كان الحديث والصحف والجرايد كنت مطلب يعني، كنتوا جايين النادي مطلب ولعيبه برضو اسمائكم حلوه وجايين وتم اختياركم بعناية، والباقي بيبقى ايه؟ التوفيق من اداء بقى والظروف اللي بتقابل لعيب داخل الفريق. بس هو كان 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 نظام قبل كده ما كانش فيه القنوات والزخم اللي موجود دلوقتي. يعني السنه دي انا دخلت انا وحسين شكري دخلنا النادي الاهلي بس اتنين لعيبه في فرقه كامله. استحاله نادي في مصر دلوقتي يشتري اتنين لعيبه بس. استحاله. كان مين اللي مشي بقى؟ تخيل بقى، كابتن مجدي طلبه ما كانش جدد وكان في اختلاف على التجديد وراح الاسماعيلي، وكان كابتن رضا عبد العال. شوف الاسمين عاملين ازاي. طبعا يعني يمشي مجدي طلبه ورضا عبد العال ويجي علاء ابراهيم وحسين شكري. الناس كانت يعني مش انا ما اعتقدش ان انا كنت مطلب جماهير ولا حاجه. لان برضو كانت القنوات او الصحف ما كانتش برضو يعني بالاسم الكبير ده، ما كانتش تخلي تلمع. المنيا كانت مسمعه ودايما على فكره فرقه المنيا دي يعني كان ليها صولات وجولات مع الاهلي والزمالك، ولما يكون الكابتن حسن شحاته مدير فني وطالع بيهم وعاملين اداء كويس، وطبعا قبل كده الكابتن هشام عبد الرسول من المنيا والكابتن حماده صدقي، لا يعني معروفه اللعيبه اللي بتيجي من هناك، لعيبه ليها اسماء. بس برضو ما كانش كنتش انت لعبت دوري ممتاز لسه، فبالتالي جاي اول سنه هو هم شافوني يعني. يمكن انا يمكن كان انا حظي كمان حلو، لان انا كان السنه دي اللي هرب فيها هولمان في اخر السنه كده. هولمان هرب، فكان شافني هولمان وقال لهم انا عايزه. جه بقى مشي هولمان وجيت صبري، رانس صبري الحقيقه من المدربين كويسين قوي، انا استفدت منهم برضو حاجات كتيره جدا الحقيقه. جه فقال لهم لا اشوف. فكان حظنا ان احنا نلعب الاهلي في في في, في المنيا عندنا الدور الثاني بقى. هنلعب المنيا والاهلي في المنيا. فقال له طب خلاص انت تشوف. الحقيقه عملت ماتش كويس، حتى كنا الشوط الاولاني كنا كسبان 1-0 كنت انا اللي جايبه، والشوط الثاني كسبه الاهلي 2-0 كان بالكابتن حسام جون وفيليكس.
جاب الجون الثاني وكسبوا 2-1، بس انا عملت الحمد لله ماتش كويس. بعدها قالوا خلاص خلاص يعني عايزين، فكان حظي كويس يعني برده، كان كنت متشاف. غير دلوقتي زي ما اقول لك، دلوقتي انا بفتح التلفزيون بلاقي مثلا اسيوطي والنصر محترم الانديه دي، بس ما كانش فيه قبل كده في 97 و98 و2000. يعني دلوقتي اسهل، يعني دلوقتي اسهل، اللعيب بيبان بالظبط. يعني اللي بيباصي دلوقتي بياخد له 1,000,000 جنيه و2,000,000 جنيه اللي بيباصي. لما تباصي وترقص، لا ده الموضوع كبير قوي، تروح في حته ثانيه. تروح في حته ثانيه وتباصي وترقص وتهدف، وتهدف بقى في حته ثالثه خالص. ده صلاح بقى. بس الحقيقه كانت يعني اسهل بكتير طبعا. يعني دايما الواحد لما بيجي يراجع شريط ذكرياته كده وحياته، الحقيقه كانت ايام مميزه جدا. النادي الاهلي يمكن طبعا النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، بس اعتقد الاول لا كان قيمة كبيرة جدا يعني فوق ما تتخيل. يعني دلوقتي يعني سمعنا نغمات كتيرة، سمعنا أندية تانية، وسمعنا ميديا وناس بتقطع، وناس ليها ميول، وليس ليها مع مجلس إدارة فلان ومجلس إدارة علان. دلوقتي ما فيش الكلام ده، أو قبل كده ما كانش فيه الكلام ده. كان رمز واحد بس، كابتن صالح سليم الله يرحمه، ومجلس إدارة ما حدش يعرف عنه حاجة، هو كان النادي الأهلي بس. لكن دلوقتي بقى النادي الأهلي أو 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 معظم الأندية، بلاش النادي الأهلي، اللي مع فلان غير مع علان، فبقى الدنيا ما تعرفش مين مع مين، برامج وقنوات وسوشيال ميديا يعني ده ده بيساند وده بيفطس يعني ترى تلاقي الدنيا بقت صعبه شويه. لكن الاول حاجه كان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا 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 فوق ما تخيل. دلوقتي اكبر طبعا اكيد، لكن ما كانش فيه ميول لبعض اشخاص ممكن تخلي ناس يعني معلش يعني ممكن الناس تهاجم، الناس تتكلم، الناس افكارهم تقول. برضو او 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 تعليمهم وثقافتهم مش هتروح للمغزى اللي موجود، لا هتروح مع الكلام. فالدنيا كانت دلوقتي بقت يعني صعبه شويه. مين احتضنك من الجيل والاسماء اللي قلت عليها اول ما دخلت النادي الاهلي؟ مين اللعيبه؟ اللعيبه كان هادي خشبه طبعا، الشخصيات القريبه مني جدا، كابتن وليد صلاح. الصلاح طبعا الناس اللي انا بحبهم جدا. الحقيقه يمكن انا كان حظي حلو ان كابتن اسامه عربي كان كابتن فرقه، لعبت معاه سنه الحقيقه كانت مميزه جدا. كابتن اسامه عربي يعني من الشخصيات الجميله جدا، لو قعدت اتكلم عليه من هنا لبكره الحقيقه مش هيوفي حقه. الحقيقه اكتر واحد ساعدني في ان انا اخش وسط اللعيبه هو كابتن اسامه عربي. الحقيقه انا برضو كنت جاي من الصعيد، وطبيعي في حاجات كتيره متغيره بين القاهره وبين الصعيد الحقيقه، في لبسي، في اكلي، في طريقه كلامي، في طريقه لبسي، في طريقه لعبي. الحقيقه يمكن في اوقات كتيره قوي قوي كنت انا بسمع كابتن اسامه وهو يثني عليا للجهاز الحقيقه بامانه. يعني كان دايما كان الله يرحمه كابتن احمد ماهر كان دايما يتكلم معاه، وكان يتكلم مع صوب العلوم فلان ماشي كويس، عليا ماشي كويس، مش بتمرن الحقيقه. لا الحقيقه يعني فرق معايا جدا كابتن اسامه عربي الحقيقه. زياده عن النادي الاهلي كان بالنسبه لي كان حلم كبير بالنسبه لي. حلم كبير وزي ما انت قلت، نزلت على المحطه لقيت الاستاذ اسامه السويسي مستنيك وبقول لك يلا يا كابتن علاء. قول له الو. قول الو. الو اسامه ازيك؟ حلو يا هداف. فاكر انت طبعا؟ فاكر طبعا فاكر طبعا. استاذ اسامه السويسي ناقدنا الرياضي الكبير، مشرفنا ومنورنا. تحياتي قابل خطيب، وتحيات طبعا الكابتن علاء. وهو بيتكلم طبعا وبيقول يعني كواليسه وتاريخه، وطبعا اثنى عليك وحطك في جمله مفيده جدا، وقال الراجل ده بقى اللي وقف وقابلني وخدني ووداني النادي الاهلي. ربنا يعزك يا بوب الاول، منور الدنيا كلها حبيبي. ربنا يبارك فيك ووحشنا جدا. انت اكثر والله، ربنا يعزك ويبارك فيك. اسمح لي بقى علاء ده اتفضل معزه خاصه، لان علاء زي ما قلت واطلقنا عليه صعيدي في الجامعه الاهلاويه. صعيدي في الجامعه الاهلاويه. ايوه بالظبط. صحيح صحيح صحيح. ومش اي صعيدي بقى، ده صعيدي هداف كمان. تمام. علاء فعلا اليوم اللي وصل فيه القاهره علشان ينضم للنادي الاهلي، طبعا انت الايام دي كانت موضوع السوشيال ميديا والفضائيات دوت كان شويه لسه ما انتشرش. كنا في انتظاره انا وزميلي رجاء فتحي، استقبلناه في محطه باب الحديد واخدناه على مشامه كده على طول علشان نعمل له صفحتين الدبل على طول. لا انفراد ده بقى انفراد. صحيح. حصل حصل حصل. وكان اول حوار مع علاء وهو لاعب في النادي الاهلي. فاكر عناوينه ايه يا استاذ اسامه؟ فاكر عناوين الحوار ده ايه؟
والله هو كان منهم بعيد في الجامعه الاهلاويه طبعا يعني. تمام. وبعدين علاء كمان في الحوار دوت يعني طلع كل عايزين صوت جوه بس يا جماعه عشان الكابتن محتاج صوت عالي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا كابتن. ميزه علاء انه صعيدي واللي في قلبه على لسانه. ما كانش بيتكسف، كان اللي جواه بيقوله على طول يعني. هو معاك اهو بقى وسامعك وعايز يكلمك، وكلمه خد راحتكم على الاخر. حبيبي يا علو وحشني جدا والله يا هداف. حبيبي يا اسامه وحشني والله. انت فين اراضيك يا عم؟ انت جيت من الامارات ولا لسه؟ لا لسه، هو موجود بره كده. وطبعا احنا جايبينه لك عشان يسلم عليك. وحشني حبيبي. انا في قناه الكاس حبيبي، بس ما اقدرش ابعد عن حبايب الاهلاويه طبعا. انا موجود معاكم بقلبي طبعا. طبعا اكيد ذكريات ما بتنسوهاش، واكيد طبعا كل الشكر لقدنا الرياضي الكبير الاستاذ اسامه السويس. هتعبي بتقول ما انا لو حابب تقول له اي حاجه اكلمه بعد الحلقه. طيب لا هو بص، الظاهر ان في بقى حاجات كبيره جدا يا استاذ اسامه، فهو مش قادر يكلمك على الهواء، قال لك هكلمه بعد الحلقه. حبيبي طب انت لو حابب تقول له مش تطلع. ما هو شكل الاسرار والكواليس كتيره. ربنا يحفظك يا رب. منور. ربنا يخليك يا استاذ اسامه، انت اللي منور. طبعا موجود عليك. نشوفك على الف خير ان شاء الله. اتفضل يا استاذ اسامه. بارك الله فيك. تسلم. الصحفي الشاطر بيبقى باين. طبعا. فده شغل بقى صحفي شاطر وقعد وخد وعنوان حلو وموديك النادي بيشوف شغله، عكس الوضع لو كان دلوقتي. بالظبط. الوضع دلوقتي القصه بتختلف خالص والدنيا بتبقى يعني طبعا. خلي بالك الاول كمان يعني، عشان كان اولا ما كانش في حاجه اسمها موبايل. وما كانش عندي طبعا تليفون في البيت، يعني ما كانش في عندي تليفونات ولا حاجه، يعني ما اعرفش بقى جابني ازاي وظبط معايا، ولقيت من في القطر بنزل لقيته موجود الحقيقه. لا يعني الحقيقه فرق معايا جدا اسامه، حتى بعدها يعني بقينا اصحاب يعني. يمكن يعني انا يمكن كنت قليل جدا في حته الصحفيين وعلاقتي بالصحفيين، كان اسامه وكان هو بالنسبه لك كانش صحفي بقى، انت حد بتطمئن له. بالظبط. كنا اصحاب، ترتاح له وتشوف معاه القاهره، تشوف معاه الفرقه، تاخد منه نصيحه. كنا اصحاب الحقيقه. وكان علاء عزت، بس علاء عزت عشان يعني بلديات. ملوي علاء، واحنا علاقتنا بيه يعني علاقه يعني جميله، على اخوه وصحابه يعني، فالحقيقه استمرت لحد هذه اللحظه يعني. فاسامة من الشخصيات الجميله بالنسبه لي يعني. طبعا الاستاذ علاء عزت نقدنا الرياضي الكبير برضه، هو طبعا من عندك بقى، من البلد وبلدياتك. واكيد برضه كان ليه دور معاك. لكن نروح بقى للكابتن اسامة عرابي، كابتن الفريق اللي لحقت تلعب معاه قبل ما يعتزل. انا لعبت مع كابتن اسامه عرابي سنه الحقيقه، كانت سنه مميزه جدا الحقيقه. يمكن كان في فرق كبير جدا لما انت تيجي تشوف الناس دي بتتفرج وبتلعب، وكانوا بالنسبه لنا يعني كانوا رموز كبيره جدا. كان سنه 98 كانت بطوله امم افريقيا اللي كانت في بوركينا فاسو، انا جيت الاهلي بعدها على طول مباشره. كان بالنسبه لنا يعني كابتن حسام، انت بتشوف النجوم دول بقى يعني بتتفرج عليهم شكل انت معاهم في الملعب. بالظبط كده. لا كان كان كانت حاجه بالنسبه لي، كان حلم كبير جدا الحقيقه. كابتن حسام الحقيقه يعني كان كابتن فرقه، كان اكبر لعيب الحقيقه. كان السنه دي كان كابتن شوبير كان بطل، كان اعتزل، وكان هو كابتن اسامه هو كابتن فرقه الحقيقه. دخلني بشكل يعني جميل جدا، سريع جدا الحقيقه. كان هو كلم معاك قال لك ايه، نصحك؟ شوف كابتن اسامه عرابي كان كل تمرين لازم يدخل يكلم ايه الاخبار يعني الحقيقه. يعني لا كان كابتن فرقه فاكك خالص يعني. بالظبط. بحس ان هو دخلني وكلم. حتى الاول يعني كده كنت انا بقول كل اللعيبه كابتن كابتن كابتن، قال لي لا مفيش كده، ملعب اسمك على طول، مفيش حاجه اسمها كابتن. تقوليش يا كابتن اسامه، قول يا اسامه. بالظبط. بره الملعب من اللي انت عايزه، كابتن بقى اللي انت شايفه، لكن جوه الملعب مفيش حاجه اسمها كابتن، احنا كلنا زي بعض، مش انت تنده كابتن فلان كابتن علان. فالحقيقه دخلني بقى بشكل جميل الحقيقه، بشكل سريع. يمكن انا برضو حته الـ يعني ولاد البلد اللي عندي انا برضو دخلت شويه. كنا معظم اللعيبه كان ممكن صغيره، كان سيد عبد الحفيظ كان لسه طالع يعني، وكان لسه برضو لعيب صغير، كان محمد شرف، كان سامو قمصان، كان احمد فوزي. احنا كنا بقى كنا صغيرين بالنسبه لهم للعيبه الكبيره دي. يمكن كنت انا وسيد بس اللي احنا كنا بنشارك بصفه اساسيه دايما، لكن الحقيقه كنا معاهم على طول الحقيقه. بس انا عايز اقول لك الحاجه الحقيقه، اكتر نادي ممكن تخش فيه كان النادي الاهلي بالنسبه للعيبه الحقيقه، رغم الاسم الكبير والنجوم الموجوده. بص يعني وانت لعيب جاي من يعني من المنيا ومن القسم التالت لسه ما حدش يعرفك، لكن ما حسيتش ان في مشكله.
شوف انا 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 لعبت في المنيا ولعبت في الاهلي ولعبت في المصري ولعبت في بتروجيت ولعبت في الوحدات الاردني ولعبت في سموحه، يعني خمس ست انديه الحقيقه. اكتر نادي دخلت فيه بسرعه يمكن كنت لسه كمان، يمكن انا الانديه دي يمكن كنت علي ابراهيم بقى الناس عارفاه خلاص بقى انت كنت خدت الثقه. لكن لان انا كنت رايح من المنيا ما فيش ما فيهاش مين علي ابراهيم يعني تمام. لكن اسهل نادي تقدر تخش فيه لعبته النادي الاهلي، لان في اسس في احترام، تحس ان لعيبه النادي الاهلي والله والله ما مكتوب عليهم النادي الاهلي من ادب من احترام من اخلاق، لا بيبقى باين القليل ادب بيبقى شاذ الحقيقه وما بيكملش والله فعلا ده حقيقه. يعني النادي الاهلي من النادي الاهلي تحس ان فعلا اللعيب ده ستايل النادي الاهلي، مش حاجه تانية يعني، مش خطا في انديه تانية ولا حاجه، لا والله قسم بالله. بس انا بكلم فعلا النادي الاهلي من الانديه اللي الناس او اللعيبه بتخش تتاقلم بسرعه، من الناس اللي موجوده فيه، من الناس اللي بتحب النادي فيه، من الناس الناس بتتعامل بالاحترام الحقيقه. لا النادي الاهلي من اسهل الانديه اللي ممكن تخش فيها وتلعب الحقيقه. دخلت ولعبت مع الفريق وبدات انت والكابتن سيد عبد الحفيظ مع تسوبل وكان علاء ابراهيم. بالظبط. الاداء بقى والماتشات الصعبه والاهداف اللي انت ما بتنساهاش. شوف انا يعني يمكن انا برضو الفتره بدايه يعني شغلي او لعبي مع النادي الاهلي كان حظي برضو، كان في طبعا لعيبه كبيره جدا فراوده، كان علي ماهر، كان محمد فاروق، كان طبعا احمد كشري وكنت انا وكابتن حسام طبعا، فكان حظي حلو الحمد لله ان انا كنت يمكن الناس كنت لسه جاي من منيا واسمي اقل منهم الحقيقه، لكن الحمد لله كنت ركبت كاساسي على طول يعني. فبديت مستر سوبل الحقيقه كان بيحبني بمحبه خاصه كده يعني، وكان من المدربين العصبيين جدا الحقيقه. مفيش مدرب ما يحبش لعيب مجتهد، يعني المدرب دايما يحب اللعيب المجتهد، وبالذات كمان لو لعيب اداله وظهر وسمع الكلام وادى بشكل كويس. شوف اصل حته مجتهد دي زمان يعني كان كل الناس مجتهده الحقيقه، يعني انا حتى لما كنت بلعب في النادي الاهلي كان كله مجتهد الحقيقه، يعني حته مجتهد دي ما يعني هم مش منا مني ليهم، مفيش حد حاجز مكان. لا لا هو ما يعني ما كانش حاجة، لا هو طبعا بالنسبه لي انا راس حربه كان كابتن حسام يعني كان كابتن حسام طبعا موجود. بس انت كنت بتلعب على طول يعني كنت معاه يعني كنت دايما مع 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 كابتن حسام طبعا اساسي، كنت انا اللي بغير مثلا، كان مره كوشري مره علي ماهر مره محمد فاروق، لكن كابتن حسام برده كان هو طبعا رقم واحد طبعاً الحقيقه طبعاً. لكن الاجتهاد كان لازم نجتهد الحقيقه عكس اللعيبه اللي من دول، يمكن حتى في التدريب بحس في لعيبه عندها امكانيات بس بخلان على نفسها معرفش ليه. الحقيقه زمان احنا كنا بنجتهد، كنا بنطلع كل مش مطلوب مننا حد. شايف ان اللعيبه اللي من دول فيهم ناس بتتدلع بالبلدي كده، يعني خلاص عمل اسمه فبيلعب بقى باسمه يعني، وسهل انه 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 بياكد ان هو اسم كويس او لعيب كويس او عنده مهارات يعني بيتشاف كتير فبيعمل اسمه بسرعه فبيريح بسرعه. شوف يعني انا مش عارف، بس انا حاسس ان احنا يعني مش انا بس على فكره، يعني كلنا كنا مجتهدين الحقيقه. يعني كان طالع عبد الحميد بسيوني في الزمالك، كان جاي برده من كفر الشيخ برده محافظه برده زي كده، برده اجتهد ولعب. كان حته الاجتهاد كان كله موجود فيها الحقيقه، ما حدش يعني انا مش شايف احنا كنا بنمن يعني، كنا لازم نجتهد، كنا لازم نتعب. اليومين دول الحقيقه ما اعرفش بقى اللعيبه يعني حست ان الدنيا سهله، ما تعرفش يعني ما الله اعلم يعني. لكن انا هكمل معاك في الاهلي وكله، لكن ليه بقى عندنا ندره هدافين؟ شوف انت بتقول جيلك، يعني شوف انت بتقول جيلك مين؟ أيوة. كابتن حسام بالزبط. في حته لوحده وموجود رقم واحد، لكن كان مع مين وكله بيجتهد. عايزك تعيد الاسماء تاني. كان علي ماهر، كان احمد كشري، كان محمد فاروق ثلاثة كابتن بلال جالك يعني. كان بلال لسه ما لسه صغير يعني، كان لسه بس شوف مين اللي جاي يعني برضه كان بلال وسام حسني بعديها وعماد متعب يعني شوف بلال. يعني وانا عماد متعب طلع في اخر سنه وانا ماشي يعني، كان بطوله افريقيا للشباب كان لسه واخدها وكان لسه طالع معانا. شوف كل الاسماء اللي بتقول دول ما فهمش راس حربه بلغه الكوره كده على قده. لا كلهم نجوم. لا طبعا لا كلهم نجوم، كلهم لعيبه كبيره جدا، واحنا لو اللعيبه دي موجوده دلوقتي اعتقد يعني الدنيا كانت اتغيرت خالص يعني. احنا النهارده مع كل الزخم وكل اللي بنتكلم فيه يعني مصر كلها بتتكلم على بتدور على مهاجم. ما هي دي المشكله الحقيقه، دي مشكله الكوره المصريه حاليا يعني. الميديا بقت كتيره جدا، الناس
اللي بيباصي دلوقتي بيتعرف، اللي بيباصي كويس بيقول لك ده يلحق، ده في نادي دلينجات في لعيب بيباصي كويس. والله بكلمك جد. والله في نادي دلينجات يقول لك، يعني ده لعيب عامل باصتين، ده عامل باص كويس، ده بيعمل باص كويس. هاتوه كده. دلوقتي زمان احنا كنا بنفحت الصخر. انا الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف كان جانا اتفرج علينا في ماتش كان دوري ممتاز به، اللي هو الدوري الدرجه الثانيه. كنت انا يعني بجيب جوان، يعني ماتش 3 4 جوان مثلا بتاع. اتفرج علينا ماتش كده يعني جاي المنيا كده، ما تعرفش الزياره بقى من الكابتن حسن يعني. فالمهم يقابل الكابتن حسن، ولا تعالى ماتش النهارده وبتاع، اتفرج علينا شاف، قال لي بص انت زمالك. الله يرحمه، والله زي ما بكلمك. ماتش واحد اتفرج علينا بس، وطبعا الموضوع اتنسى. لما طلعت دوري ممتاز الناس بدات تشوفك، وايه وتشوفك ايه وانت بتلعب. يعني حتى انا ماتش يعني مثلا المنيا والاسماعيلي ما حدش بيتفرج عليه، ومفيش محاسب ومذاع، مفيش الكلام ده. انت يعني المنيا والمصري، منيا مفيش هم ماتشين، هم اهلي وزمالك بس، اهلي وزمالك الدور الاول والدور الثاني بس، هم دول اللي انت كان ليهم مسارات خاصه يعني جدا طبعا من كل الفريق. يعني في انديه دلوقتي، في لعيبه دلوقتي ممكن اهلي وزمالك بقوا مصابين مثلا ما يلعبوش، وتلاقيهم مكسرين الدنيا. لا، الدنيا دلوقتي بقت مختلفه تمام. ممكن تكون بقى سهل، ممكن يكون طرف الحياه نفسه خلى اللعيبه يعني حست ان الدنيا سهله، ما تعرفش. لكن هو الحقيقه لا، زمان احنا كنا لازم نجتهد، كنا طبيعه، مش انا بس، كان كل جيلي الحقيقه كنا كلنا بنجتهد. يعني انا ما كنتش اتخيل مثلا في التمرين كان يجي مدرب يقول لنا شد. والله زي ما بكلمك يمكن انا رحت السنه كده، انا كنت من اسرع الناس في الفرقه. كان كابتن ياسر ريان كان اسرع واحد في النادي. كنت انا بعمل معاه تيست، يعني حمام مثلا جري مثلا سبرنتات ولا حاجه، كان سوبل بيحط لي مع كابتن ياسر. حتى كابتن حسام يقول له ايه كارلوس، هو كارلوس، انا ما كنتش عارف مين كارلوس ده، طلع ان هو اسرع واحد في العالم. والله زي ما بكلمك. فبس فلما كان بيحبني يعني كابتن حسام كان ليه قفشات كده جميله يعني. فكنت يعني من الناس اللي انا كنت سريعه شويه كده يعني. كنا لازم، ما جيش في مصر يقول لي اتمرن كويس، كنت اتمرن كويس. احنا ولا مدرب دلوقتي، مش عايز اقول لك يعني، لو لازم تقف على كل لعيب على دماغه عشان يتمرن كويس، وما تعرفش بس حتى مصلحته فين. التفكير نفسه ما بقاش، الدنيا بقت سهله. يعني دلوقتي مثلا تخلص مثلا من النادي، الاقي مثلا 3-4 لعيبه اللي هم بيعرفوا يباصوا، اللي بيعرفوا يباصوا بس، مش ان هو يرقص، لا بيعرف يباص. تلاقي 50 وكيل بيكلمه، انت بتباصي كويس، انا اوديك مثلا النادي الاهلي او ريال مدريد. فيقعد يعيش بقى بخياله. ممكن تلاقي التمرين الثانيه لعيب مثلا عندي مثلا في النادي كسب الفرقه، جاب جون مثلا ولا حاجه، وسيبنا 1-0، اكيد التمرين الاولاني ما يجيش. اكيد. والله بكلمك جد. يعني انا حصلت بقى الموضوع ده وانا مدرب. الدنيا بقت يعني لعيبه مصر عموما، اللعيب المصري عشان كده الدنيا اختلفت. وهكلمك في اللعيب المصري، وهكلمك في ماتشاتك الصعبه، وهكلمك في اهم اهدافك. لكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل. من اول ما نزل وكانه بيقول للدنيا كلها يا جوزيه ما تقعدنيش، مش انا قاتل. في الدقيقه 42 الثاني باعصاب حديديه 4-3 الاسماعيلي، الهدف الرابع للمؤهلي. وادي الجبهه اليمين ابراهيم وسيد، وابراهيم على طول الكره العرضيه، جول 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 علاء ابراهيم، وحط هدف جميل. ومن الحته اللي رفعها غندور في الشوط الاول وجي منها هدف، في نفس الحته يرفع لعيب الستينيات في قعد خالي محروم منها، ما كانش بيتقدم ابراهيم ابدا في الشوط الاول، لما تقدم ابراهيم اهو ورفع الكره دي، طبعا خطا الجبهه اليمين عبد اللي هو احمد صالح، واستقبلها نشوف خطا مرفوعه. طبعا اهداف بتفكرنا وبترجعنا للايام الجميله. لعيب الكره في الملعب حياه تانية خالص. طبعا ولما بيبعد عن الملعب بتبقى حياه تانية خالص، بيبقى اصعب يوم اللي بيبعد فيه عن الملعب. شوف يعني لعيب كوره الحياه عموما، يعني الكوره بتبقى واخده عكس الناس اللي شغاله شغلانه محدده. ممكن من مثلا من الصبح من الساعه مثلا 8 للساعه 3 وخلاص، خلصت كده. لكن لعيب الكوره بيبقى عايش كله كوره، حياته كلها كوره. يعني مثلا بتلعب خلاص، انت بقيت حياتك كلها، وحتى وانت في البيت بتفكر في الكوره، بتتكلم زمايلك في الكوره، كل حاجه كوره.
عشان كده حتى معظم اللعيبه لما بتبطل بتفكر في التدريب، لان هو برده بيبقى كوره. احنا كده يعني، انا بطلت ما عرفتش، فشلت في كل حاجه يعني، حبيت ان اشتغل اي حاجه غير الكوره ما عرفتش الحقيقه. موظيفة حكومية في البترول كنت موظف، سبتها ما لقيتش نفسك فيها. يعني مشاريع خاصة ما نجحتش فيها قوي يعني، مش قوي يعني، لكن حسيت ان صريح قوي يا كابتن، يعني عارف زي الصعيدة كده معنياته بالظبط. يعني حتى القاهرة ونجوميتك دي كلها ما غيرتش فيك حاجة، انت لسه بتتكلم بنفس الاسلوب العادي الطبيعي، ودي حاجة كويسة قوي فيك. و مباريات واهداف كابتن علاء ابراهيم ما ينساهاش في النادي الاهلي. لا هو في اهداف كتيره جدا يعني، يمكن اول هدف يمكن اللي انتم شويه جبتوه دلوقتي بتاع اول هدف ليا في الزمالك، الحقيقه كان برضو بالنسبه لي كان حاجه كبيره جدا ان انا اجيب جون في الزمالك، ده كان بالنسبه لي حلم برضو، وخصوصا ان انا اكون في النادي الاهلي الحقيقه. ده من الاهداف الحقيقه يعني، يعني الاهداف بالنسبه لي مميزه جدا كانت يعني. لا يعني الهدف ليه نشوه ثانيه، لا يعني وضع ثاني ودنيا ثانيه طبعا. اول مباراه ليا في النادي الاهلي كان مع النادي الاهلي في اسوان، كنا بنلعب اسوان في اسوان. كان الماتش ده خلص 2-0، كان جابهم كابتن حسام، برده من الماتشات المؤثره بالنسبه لي. اول هدف ليا كنت بلعب في استاد القاهره مع النادي الاهلي، كان في بلديه المحله. لو انت نازل اول ماتش مع الاهلي في اسوان لابس بقى التيشيرت الاحمر ونازل الملعب، اكيد ليها رهبه. شوف يعني هو يعني انا دايما، انا لما رحت النادي الاهلي كنا قبلها لعبنا البطوله العربيه في السعوديه في ابها الحقيقه، يمكن الحمد لله كان برضو ربنا شالت موفق. بقى شالت لا يعني مش شالت، ومع ان خلي بالك في السعوديه برضو كان جمهور الاهلي النادي جمهور كبير جدا طبعا، بس خلي بالك يعني ما تحسش بقيمه النادي الاهلي الا ما تخش جواه الحقيقه. يمكن انا اهلاوي وعارف النادي الاهلي والناس بتتكلم، لكن التيشيرت النادي الاهلي الاحمر ده لا يعني دي سحر تاني الحقيقه. يعني الحقيقه كنت تلبسه وتحسه تقيل، انا كنت بحس كده روح يعني تحس ان انت مطالب بحاجات كتيره جدا. كان دايما يعني كابتن اسامه عرابي وكان بعديه كابتن حسام وابراهيم، كان دايما يقول لك الاحمر احنا الاهلي، احنا لازم توس، لازم روح، لازم قلب. اتعلمنا كده من النادي الاهلي حتى، واحنا وانا بلعب في كل الانديه بروح وقلب باخلاص الحقيقه. واحنا بندرب دلوقتي اتعلمنا دلوقتي ان احنا لازم يبقى في روح وقلب وحماس في الانديه اللي احنا بندربها بنلبسها فيهم الحقيقه. لا تيشيرت النادي الاهلي الاحمر ده لا ليه قيمه، اتعلمت منه حاجات كتير قوي. طبعا طبعا طبعا. وخلي بالك يعني النادي الاهلي بتتعلم كمان من لعيبته اكتر. يعني اللعيبه تحس انها، عشان كده زي ما بقول لك ان النادي الاهلي لعيبته بتبقى يعني مرسوم عليها النادي الاهلي. خصوصا دلوقتي لو احنا قلنا نماذج كتيره للنادي الاهلي، لا كتيره جدا نتعلم منهم يعني، بدايه قبل كده كمان يعني كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن شريف عبد المنعم، الحقيقه كلهم يعني انديه يعني ناس اتعلمنا منهم حب النادي الاهلي، اتعلمنا منهم الانتماء، اتعلمنا منهم الاخلاق خارج وبره الملعب الحقيقه. لا النادي الاهلي يعني حاجه كبيره جدا. ماتش كان يعني صعب بالنسبه لك جدا وماتش ما تنساهوش مع النادي الاهلي، هو طبعا 4-4 على الاسماعيلي. يعني كان واحد من افضل، يعني انا من ساعه ما شفت كوره ده افضل مباراه شفتها في حياتي. شوف يعني يمكن انا كمان المباراه دي فرقت معانا جدا يعني، يمكن الماتش ده لو خلص مكسب النادي الاهلي كان ممكن فرق معايا بشكل كبير. كان الماتش ده وكان في كوره في ماتش ريال مدريد حاططها في القائم برضو، دي لو دخلت كان ممكن الوضع بتاعي كان اتغير شويه، كنت ممكن اعيش اكتر من كده يعني في النادي الاهلي يعني. لكن ماتش ال4-4 ده كان قصه كبيره جدا الحمد لله، كنت انا موفق جدا الفتره اللي نزلت فيها كان 2001، كان مسكنا مستر مانو الجزيرة الحقيقه من المدربين اللي انا اتعلمت منهم كتير جدا طبعا، حتى في شغلي دلوقتي في التدريب اتعلمت منه حاجات كتيره جدا، من المدربين المميزين جدا الحقيقه، فرق مع النادي الاهلي في بطولاته وحتى بعد كده يعني. لكن المباراه دي فرقت معايا بشكل يعني كبير جدا الحقيقه. مباراه ريال مدريد القائم يعني لو كانت الدنيا كده انت كنت حاسس ان الهدف ده يعني، لو ريال مدريد بقى كان مين؟ بالظبط ده نجوم العالم كلها كانت موجوده في ريال مدريد يعني. شوف انا زي ما قلت لك يعني الماتش ده ماتش الاسماعيلي 4-4
لو رب يعني كان ربنا رايد واسب خلص ماتش مكسب لان احنا كنا خدنا الدوري. ان التعادل ده كان بقينا زي بعض. احنا رحنا بعدها على طول اتعادلنا في المحله 1-1 الحقيقه، وهم كانوا كسبوا فخدوا الدوري يعني. لكن الماتش ده لو كان خلص مكسب للنادي الاهلي كان الحقيقه النادي كان اسمه اتحفر بقى جوه النادي الاهلي، ده رقم واحد. خصوصا ان انا محفور جوه النادي الاهلي، الدليل ان انت موجود برضه يعني. لا كان قبليها كان كاس مصر 2000 مع كان قبل نهائي مع القناه، حطيت جون مهم جدا قبل النهائي في الدقيقه 45 من الشوط الثاني، حطيت جون. وفي النهائي مع المحله حطيت جون برضه الفاول، لكن كانوا لسه عايدينه. وكان السنه دي اللي بعدها بقى على طول كان مباراه الاسماعيلي، لو فرق لا كان الحقيقه كان فرق كبير جدا معايا دي. وكره طبعا ريال مدريد اهداف كتيره قوي. انت فاكر جبت كام هدف مع النادي الاهلي؟ تقريبا حاجه و50 حاجه و50 55 حاجه زي كده يعني مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي انا جايب حوالي 13 جون افريقي في افريقيا يعني من فتره قريبه كده قبل ما الماتشات تبقى كتيره كده في النادي الاهلي، ماتشات افريقيا يعني كانت تبقى كتير كده، كنت انا يمكن ثالث او رابع هداف في النادي الاهلي. كل التقارير وزمايلي بيعدوا الحلقه واحنا بنعد انك جايب توتال مع الاهلي 73 هدف. ما انا ما انت بقى تراجع نفسك واحنا نراجع نفسنا، لكن انت جبت اهداف كتير حتى لو 55 ده يعني وممكن يكون 173 بس انا ناسي. لا هو انا يعني اللي انا فاكرهم بس ممكن يكون في الدوري مثلا او مثلا في الكاس. لا التقارير كلها ثابته اللي هم لكن اللي حافظه حوالي 13 هدف افريقي ده ممكن يكون مش هحسبهم مثلا ولا حاجه. ما هو هداف بالطراز ده وفي الوقت ده وب 73 هدف ب 55 هدف وهو موجود، راح بقى منتخب مصر. بس في منتخب مصر لعبت وتألقت وكل حاجه بس ما استمرتش برده كتير مع المنتخب المصري. شوف يعني الفتره اللي انا كنت بلعب فيها في منتخب مصر كانت فتره يعني صعبه جدا الحقيقه يعني. كان اول فتره ليا كان مع كابتن جوهري الله يرحمه الحقيقه، هو اول مره انضميت ليه يعني. كانت فتره صعبه، كان راجعين من بطوله امم افريقيا بوركينا فاسو 98 واخدينها. طب مهما تدخل بقى، وكان طبعا عبد الستار صبري وحازم امام كابتن حسام الحقيقه، لا يعني كانوا بصراحه كانوا يعني لا كانوا يعني صعب ان انت تخش. دي كره ريال مدريد دي. بص شوف دي بقى، دي لو دخلت بص يعني كانت الدنيا اختلفت معايا خالص. كنت تقول عليا المدريدي بقى. بس في توفيق عملت فيها كل حاجه على فكره. اللي وقع ده فرناندو هيرو. يعني هي كوره دخلت بيبو ده فرناندو هيرو 6 ده كابتن وثقه وداخل. هتعمل ايه بقى؟ يعني كان فيها طبعا زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس طبعا. لا يعني كان ماتش برده كان على فكره ريال مدريد كان لحد دلوقتي طبعا اسم كبير جدا يعني. كان عشان تجيب فرقه عالميه زي ريال مدريد هنا في مصر كان الحقيقه كانت حاجه كبيره جدا. بيلعبوا عليه الماتش ده والاهلي يطلع كسبان. طبعا ومفيش رهبه اللعيبه بتلعب. مستر جوزيه قال لكم ايه في المباراه دي وانتوا بتلعبوا فرقه بالتيم ده؟ طبعا قال لكم ايه؟ شوف مستر مانويل على فكره انت لو بصيت للتشكيل كمان هتلاقي كام لعيب. ابو المجد مصطفى، اشرف امين طبعا، صندي، حسام غالي كان لسه صغير برضه يعني. ما كانش حسام غالي اللي هو فيه، كان فتره انتقاليه للنادي الاهلي فتره. حسام غالي كان تسوبي الاول جابه كان بالزبط. لسه بقى خالص ويا دوبك كان ابتدى يدخل بالظبط. كان خالد بيبو كان وائل جمعه برضه، شادي محمد برضه، كان الاسماء دي كانت لسه برضه ما لعبتش في النادي الاهلي طبعا. بشكل يعني الباصه دي بتاعت وائل جمعه باصه حلوه قوي. قساوي عصام الحضري طبعا طبعا احسن اللي انا شفتهم في حياتي الحقيقه طبعا، من الحراس الجامدين جدا الحقيقه. عمل برضو ماتش مهم مؤثر جدا الحقيقه، شال حاجات غريبه الحقيقه في الماتش ده، وبالنسبه لنا ماتش برضو في التاريخ يعني الحقيقه، تاريخ النادي الاهلي طبعا. هو ده مين اللي بيشوط عليه؟ روبرتو كارلوس الكره عامله يعني. بص اللي بعدها يعني بص يعني خلي بالك بعد ما يطلع بص لا ورد فعل بص. بص حاجه كده يعني. لكن ماتش ما تنساهوش الماتش ده، ما تنساهوش خالص. لا خالص، لا لا ماتش ما تنساش يعني. بص شوف يعني انا شخصيا يعني كل ماتشات النادي الاهلي الحقيقه ما يعني صعب تنسيش معاك يعني. لكن مستر مانويل قال لكم ايه في الماتش ده؟ شوف المستر مانويل كان جريء جدا
هو شخصيه جريئه، شخصيه قويه، علمنا ان احنا نبقى زيه. يعني حتى في ماتش الاسماعيلي 4-4 افكرك بموقف في ماتش 4-4 ده، كانت 4 كان البيلين كان 3-3 وجانا ضربه الجزاء. الحقيقه ما كنتش انا رقم واحد اشوط، انا ما كنتش محطوط في، انا عمري ما شوطت ضربه جزاء في النادي الاهلي الا دي، تخيل. هو اللي قال لك، بص هو الاول كان هادي خشوه، هو في ترتيب طبعا، كان هادي وكان ابراهيم سعيد، بس ابراهيم سعيد اعتقد ما لعبش ماتش الاسماعيلي، كان موقوف ماتش الزمالك، كان لعب ماتش الزمالك 6 ده، وبعدين ماتش الاسماعيلي على طول كان تقريبا موقوف ابراهيم سعيد، فكان تقريبا هادي وكان ابراهيم 2 او حد كده، يعني المهم ان كان في 3 4 اسماء انا مش فيهم خالص. وكان دايما لما تيجي ضربه جزاء كان دايما بيحصل في خناقه بين هادي وبين ابراهيم سعيد. كان هادي رقم 1 وابراهيم سعيد رقم 2، فكان طبعا ابراهيم سعيد انتوا عارفين طبعا عايز هو دايما اللي هو بيجري ياخد الكوره بقى ويقعد يعمل والافلام دي يعني، فكان دايما فبالنسبه لي انا ما كانش ايه. فالحقيقه اول ما جت ضربه الجزاء كل اللعيبه رجعت نص الملعب. كان الاول كله بيجري على الكوره، دي كان 43 44 شوط ثاني و3 3 ضربه جزاء، يعني خدنا الدوري ده نهائي، يعني الدوري اتاخد خلاص. فاول ما كده هو الراجل ذكي جدا الحقيقه، بص ما حدش راح شاف الناس كلها خايفه، اللي رجعت مش هينده عليه خلاص بالظبط. فهو بفكرته هو شايف برضو انا شخصيتي برضو يعني شخصيتي، يعني عشان كده بقول دايما لعيبه النادي الاهلي حاليا محظوظين. ده حقيقه محظوظين بيلعبوا في الوقت ده اللي ما فيهوش جمهور. على فكره لعيبه النادي الاهلي لو في جمهور اعتقد في لعيبه مش هتأدي بنفس الاداء اللي احنا شايفينه الحقيقه، وفي لعيبه ممكن تأدي اكتر من كده، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه لا، يعني عامل يعني مهم جدا ومؤثر جدا الحقيقه، سواء بالايجاب سواء بالسلب. كان في ناس زمان يعني اللعيب اللي يستحمل يلعب مع الزخم والتشجيع ده ما تقلقش عليه بالظبط، واللعيب اللي ما يقدرش يشيل التيشيرت مع بالزبط. الجمهور ده يعرف انه مش هيقدر يكمل في الاهلي. انت جبت يعني لب الموضوع زي ما بيقولوا بالظبط، يعني لب الموضوع بالظبط اللي انت اللي انا عايز اوصله للناس، ان فعلا يعني لا الجمهور ليه عامل مهم جدا. فهو الحقيقه انا كنت دايما يعني قوي. فهو شاف بص كده في عينين كل اللعيبه ما حدش رايح لضربه الجزاء، وفعلا هم كلنا معذورين. بس انا الحقيقه ما كانش في دماغي ان انا اشوط ولا مش، لان انا اساسا يعني. فهو راح قال لي شوط، على شوط، قلت له انا، قال لي اه شوط، قال انا واثق فيك يلا ترست فيو يلا شوط شوط، قلت له شوط والله زي ده اللي حصل، وحطيت الكوره وطلعت بالشكل اللي هو فيه ده. فالحقيقه كان بيعلمنا بقى حته قوه الشخصيه دي، قوه الشخصيه دي كانت الحقيقه كانت مهمه جدا، وهو الحقيقه كان بيعلمها لنا واداها لنا. لما احنا نزلنا قدام ريال مدريد الحقيقه ما كانش فيه رهبه بالنسبه لنا، هو كان مكلمنا كل الكلام ده وريال مدريد و ونتفرج و و ويتكلم، فالحقيقه كان شايل حته الرهبه دي بالنسبه لنا كلها الحقيقه. فنزلنا ادينا بالشكل ده مع معظم، كان كل معظم اللعيبه كانت جديده يعني. طبعا دي ذكريات ما بتتنسيش خالص طبعا، ولكن طبعا اجيال كتير ولاعيبه بتروح ولاعيبه بتيجي، وفي وسط الـ 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 كل ده في مدرب بيبص على اللعيبه. انت ما شفتش ضربات جزاء قبل كده، بس مستر مانويل قال لك ايه؟ قال لك انت اللي هتشوف. بالظبط. وانت خدت الكوره في وسط الضغط ده كله، بس كنت قادر بالظبط، يعني قادر تقف وتحط الكوره وترجع الاهلي كده. جمهور الاهلي ما بينساش لعيبته ولا بينساش الموقف دي. تعال نشوف تقرير لجماهير النادي الاهلي ونرجع نتواصل. احد المهاجمين الكبار من ايام جيل العمالقه، ايام حسام حسن واحمد بلال، و تذكر له اهداف كتيره قوي بصراحه. وايام ما لعب في بتروجيت برضه كان احد هدافي بتروجيت طبعا، بعد ما ساب الاهلي يعني. اعرف ان هو هداف كبير قوي، وانا بتعجبني اهدافه يعني، لعيب مجتهد رغم انه ما خدش فرصته ايام جوزيه يعني. اتذكر له هدفه في ماتش 4-4 بتاع الاسماعيلي، نزل قلب الماتش بصراحه، حط جون وحط ضربه جزاء، واهداف كتيره قوي يعني. كابتن علي ابراهيم قلب هجوم النادي الاهلي، ومن اللعيبه القلائل اللي كانت بتوصل للمرمى وبتسجل اهداف جميله. وافتكر له ماتش الاسماعيلي بتاع 4-4 جاب جون حلو قوي،
وكذا ماتش منها بتروجيت ومنها كذا كذا مباراه اخرى. كابتن علاء ابراهيم طبعا من الجيل الجميل، الجيل بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن وليد صلاح الدين، يعني جيل جميل جدا. كابتن سمير كمونه طبعا عصام الحضري كان لسه بيبتدي معاهم، بس لا جيل جميل جدا طبعا. كابتن علاء ابو البنات، اخو البنات، صح كده صح كده. اكيد ماتش الاهلي والزمالك 2-1 كان ليه جون، انا فاكر كان ليه جون مشهور قوي ساعتها نفس الموسم ده تقريبا 4-4 مع الاسماعيلي، كان ماتش حلو قوي برضو. كابتن علاء كان ليه جون تقريبا في الماتش ده، صح ولا صح؟ في الوقت ده يمكن كان في ناس تانية كتير ظاهره يمكن عن كابتن علاء، لكن معاك حق، هو اتظلم في ان هو ما انضمش فعلا للمنتخب في الفتره دي. فاكر علاء ابراهيم طبعا، واعتقد ان بعد كده هو قعد مده في الاهلي حوالي 4 سنين، وانتقل بعد كده ختم حياته الكرويه في نادي بتروجيت. يعني علاء ابراهيم كان مهاجم وكان فروه فادي الاهلي وكل حاجه، لكن ما خدش حقه. كابتن علاء ابراهيم من اللعيبه الهجامه في منطقه الجزاء، وماتشاته مشهوره جدا وجوانه كانت مؤثره جدا، وخصوصا مع الفريق الاسماعيلي، وكانوا بيلقبوه باخو البنات. فطبعا ما ننساش علاء ابراهيم، يعني من علامات الهجوم بتاع الاهلي. يعني مشكلته ان هو كان في ناس كتير معاه، هي دي المشكله اللي خليته ما ياخدش يعني فرصته في الموضوع ده. يعني فاكره طبعا، محدش يقدر ينسى علاء ابراهيم، كان من اللاعب الممتازين في النادي الاهلي، وكان من المهاجمين الافزاز. يعني في هدف سجله في ماتش الزمالك، كان الزمالك كسب فيه 2-1، وكان هدف رائع الحقيقة. كان دبل كيك تقريبا، أو أخذ الكرة بطريقة جميلة، يعني من خدها فيرست تايم، ويعني الحارس المرمى ما قدرش يعمل لها حاجة حقيقة. أنا شايف إنه اتظلم في المنتخبات حقيقة، وكان من ضمن من أحسن المهاجمين اللي في مصر في الوقت ده. يعني هو كان المفروض يشارك حتى ولو بديل، بس هو الظلام ما حدش فكر فيه خالص. علاء كان من اللعيبة المميزين في النادي الأهلي، وكان قاعد هداف لفترة طويلة، يعني أكتر من 3 سنين وهو كان هداف النادي الأهلي. من اللعيبة الكويسين المحترمين جدا، المهاجمين المحترمين جدا. هو مش عايزين نقول ظلم يعني عشان خاطر ما نتكلمش على حد، ولكن لم يتم تقديره. يعني الناس اللي كانت مسؤولة عن المنتخبات في هذا الوقت ما قدرتوش حق التقدير، فنقدر نقول ان هو المنتخب هو اللي كان بيخسر، لان ده كان لعيب هداف وكان عارف طريق الجون كويس قوي، وكان بيشوط من زوايا مختلفه. لو احنا فاكرين يعني وتفتكر الاهداف اللي كان بيجيبها، كان بيجيبها من زوايا مختلفه وشوطات من بعيد، من خارج ال 18 ومن جوه ال 18. فليه لعيب زي كده ما كانش ياخد حقه يعني ويكرم؟ لعيب نازل والمدرب بتاعه منزله عشان عارف ان هو هداف ويجيب الاهداف اللي هو عايزها المدرب، وفي الدقائق الاخيره من المباراه عشان نوصل ل4-4، ده يبقى كان لعيب متميز بلا شك، بلا ادنى شك. يعني لعيب كان ليه بصماته في النادي الاهلي، ونفتكر له طبعا حاجه، ليه ذكريات كانت كويسه مع النادي الاهلي. واعتقد كان في ماتش الاهلي والاسماعيلي وجاب هدف كان مميز، وكمان كان لعب قدام الزمالك وجاب برضه هدف مميز. بس هو للاسف انا ما خدش حظه او ما استمرش في القافله، ومش عارفين ليه ايه السبب. برضه ما خدش تقديره بشكل كويس في المنتخبات، لانه دام الاهلي بي 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 ما بيطلعش في مع الجروب كله، فما بيقدرش ياخد حظه في المنتخبات بشكل عام. الجمهور طبعا ما بينساش، وعايز اخد رايك في كلام الجمهور. الجمهور فاكر كل حاجه. مش عارف، استغربت الحقيقه، يعني شايف الناس لسه فاكره، يعني الحمد لله. يعني بقول لك ما عادش بينسى حاجه. بقول لك يعني الحمد لله على نعمه الاهلي. الحمد لله على نعمه الاهلي. كملت بقى مشوارك ورحت بتروجيت وتالقت ولعبت في اكتر من نادي.
انا مشيت من الاهلي بعد 5 سنوات، لعبت 5 سنين الحقيقه، 5 سنين مميزين الحقيقه. يمكن يعني حتى السنه اللي انا مشيت فيها يعني ما كانش بيدي، يعني انا كنت ممكن اقعد اكمل. كان السنه دي كان مسكنا فيها مستر بونفرير اللي هو الهولندي ده الحقيقه. كان هو ما تعرفش، حاسس ان هو في مشكله بينه وبين اللعيبه، حتى انا ووليد ما كانش يحبنا خالص يعني. فخلص عقدي وكان المفروض ان انا اجدد، ما حصلش نصيب يعني. وانتقلت للمصري، رحت المصري سنه الحقيقه، كانت سنه برده مميزه، احرزت 13 هدف مع النادي المصري وكنت ثالث هداف دوري الحقيقه. السنه الثانيه كان في بعض المشاكل الحقيقه في المصري، رحت اعاره لوحدات الاردني 6 شهور الحقيقه، خدت هداف الدوري هناك وخدنا الدوري مع وحدات الاردني. ورجعت من الاردن، كنت المفروض ان انا اكمل مع المصري، بس كانت الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا يعني، كان في بعض المشاكل. كان الله يرحمه الحاج سيد متولي يعني اللي كان ماسك النادي وقتها يعني، فاشتريني بقى بتروجيت. يمكن المطبات الصعبه بالنسبه لي مرحله بتروجيت، يمكن اكتر ناديين لعبت فيهم بعد المنيا كان الاهلي وبتروجيت. الاهلي 5 سنين وبتروجيت 5 سنين. السنه دي كان الحقيقه كان جاي لي اكتر من نادي، كان جاي لي اسماعيلي الحقيقه، وكان النادي المصري رفض. كان الحاج سيد كان رافض ان انا اروح الاسماعيلي، قال لي روح الاتحاد. الحقيقه كانت يعني الاتحاد برضه ظروفه الماليه ما كانش مظبوطه يعني، واضطريت ان انا اروح الحقيقه بتروجيت. كان كابتن مختار ماسك الفرقه الحقيقه، كانوا الاول كانوا ممتاز بيه الحقيقه، من المطبات الصعبه جدا. تخيل لعيب مثلا نادي اهلي مصري ثالث هداف دوري يروح السنه الثانيه وحدات اردن ياخد دوري وياخد هداف دوري، يلعب درجه ثانيه الحقيقه. وكنت خلاص 30-31 سنه يعني. ف بس ده كان الخيار اللي قدامك وقتها، كان هو ده الخيار، هو ما كانش قدامي حل ان انا اروح البتروجيت. وخدت القرار الصعب. بصراحه الحقيقه كان من الطبات الصعبه جدا في حياتي ان انا العب بالمستوى اللي انا كنت فيه، وان انا انزل كانت صعبه جدا. كان يعني كان امتحان صعب جدا، لان السنه دي لو ما كانتش صعدت بتروجيت كنت ممكن بطلت كوره ده حقيقه، او كنت ممكن العب بس يعني في الانديه بقى اللي هي ماشي حالك يعني. تمام. فالحمد لله برضو ربنا وفقني الحمد لله بفضل الله يعني. كابتن مختار برضو من الشخصيات الجميله الحقيقه، طبعا المدربين الكبار اللي انا برضو استفدت منه كتير جدا الحقيقه. اشتغلت معاه الحقيقه 5 سنين في بتروجيت الحقيقه كابتن مختار. السنه دي صعدنا للممتاز الحمد لله، كنت هداف الفرقه طبعا وهداف الدوري الممتاز به، وكان في ترقي حاجه اسمها ترقي برضو الحمد لله نجحنا. السنه الثانيه الحمد لله كنت ماضي سنتين، السنه الثانيه الحقيقه كنا في اول سنه صعدنا بقى دوري ممتاز يعني الحقيقه. حتى احنا كنا فرقه كويسه في الممتاز به، حتى اللي كان بيدخل علينا 1 أو 2 كتير قوي يعني. السنه دي كان جانا بعدها محمد فاروق، جانا سنه ومشي برده ما لعبش كتير. كان خالد بيبو برده جانا سنه وما لعبش كتير. سمير كمونه سنه وما لعبش كتير. مدحت عبد الهادي سنه وما لعبش كتير. لكن احنا كنا خلاص بقى حفظنا بعض. ممكن كنت انا وبعدها بسنه احمد فوزي حارس، جبت احمد فوزي معانا كان بيلعب في حرس الحدود، جبته بتروجيت الحقيقه برده عمل مواسم مميزه جدا الحقيقه. حتى الحراس اللي كانوا مميزين جدا بالزبط. بس هو برده فتره الزخم اللي طلع فيها من الحراس المميزين جدا على فكره. انا من وجهه نظري من افضل الحراس اللي مروا على تاريخ مصر الحقيقه احمد فوزي كحارس يعني. انا شفته وعاصرته ولعبت معاه ولعبت ضده، لا من الحراس المميزين جدا الحقيقه. كان هو وعصام الحضري، بس عصام الحضري شخصيه وحاجه مميزه، حاجه عاليه جدا الحقيقه. فكان الوقت ده صعدنا بقى ولعبت مع الكابتن مختار الحقيقه، وخدت هداف الدوري مع بتروجيت برده. كانت حاجه غريبه جدا، كان دايما اهلي زمالك اهلي زمالك، كان حاجه غريبه جدا ان نادي بتروجيت. وكان دايما اللعيب يعني في الفتره دي كان معظم اللعيبه اللي بتخلص الاهلي وتروح خصوصا المصري كمان كانت بتبطل. يعني كان احمد كوشر راح المصري وبعدها بطل، كان تقريبا محمود ابو الذهب، احمد نخله، لكن في كذا نموذج. بس انت شوف مطب تنزل مع القسم الثاني وتطلع بالناس وتأدي وتاخد هداف. بالظبط، يعني دي كانت من المطبات الصعبه جدا في حياتي الحقيقه، بس الحمد لله ربنا اكرمني فيها ولعبت 5 سنين بعدها. زي ما قلت لك حققت هداف دوري، وهداف دوري على مين؟ على تريكا، على فلافيو، عمرو زكي، عماد متعب. لا يعني كانوا اسماء كبيره جدا. اختبار صعب طبعا. كان رحت التدريب بقى، اتجهت للتدريب. شوف يعني هو التدريب الحقيقه يعني صعب جدا. مش صعب بس، التدريب يعني وانا بلعب كوره كان اهتمامي بنجاحي بعلاء ابراهيم، ما كانش في حاجه تانية. لكن للاسف التدريب
بقى دلوقتي حاجه تانية غير شغلك وغير اجتهادك. يعني وانا بلعب كنت سهل جدا ان انا العب الماتش اللي بعديه، كنت اقول هلعب الماتش اللي جاي هلعب ان شاء الله هجيب اجوان هكسب الفرقه هجدد. كان يمكن كان مرتبط كله بعلاء ابراهيم. الحقيقه دلوقتي ما بقاش كده. الحقيقه حتى في التدريب، حتى لما تمسك في الانديه ما بقاش شغلك هو اللي يقول، لا بقى العلاقات هي اللي تقول، بقى شغل تاني. بس شغلك كمدرب بيبان، واكيد حتى لو مدرب جيب العلاقات بس عمل نتائج اكيد شغله بيبان. والله بص، في التدريب مش دايما، في ناس ما تعملش نتائج وبتلاقيها مسكت انديه كبيره جدا. وفي مدربين بتجتهد وتتعب ومفيش حاجه، بس لو ما عملش نتائج ومسك نادي كبير ما هو هيمشي، مش هيكمل حتى لو خد فرصه. شوف، هو برضو احنا زي الكوره دي توفيق وعدم توفيق، خلي بالك. مش شرط ان انت تبقى ماشي كويس معنى كده ان انت مدرب كويس، ومش شرط ان انت تبقى ماشي وحش معنى كده ان انت مدرب يعني وحش. لا، هو في انديه بيبقى فيه توفيق، حظك بقى اني مسكت نادي فيه امكانيات. يعني انا نفسي امسك نادي فيه امكانيات، تبقى عندك القماشه تقدر تختار وعندك. لكن كل الانديه اللي انا مسكتها الحقيقه يعني انديه كويسه الحمد لله، بس في ليميت معين. اكتر الانديه اللي انت مسكتها او النادي اللي عملت معاه حاجه وطموحك في التدريب ايه؟ يعني بص، انا يعني مسكت مثلا نجوم المستقبل، مسكت كفر الشيخ، ديكرنس، الحمام، نبرو. يعني مسكت انديه برضو ليها اسماء. يعني يمكن الحمام هو اللي كان موقف صعب الموسم الماضي، كان بينزل والحمد لله ربنا اراد، يعني الحمد لله قعدنا بالفرقه. بدايه السنه دي برضو الحمد لله في الفتره العشر ماتشات اللي انا كنت بمسكهم فيهم من الثاني للخامس الحمد لله، برضو بالنسبه لي ده انجاز. يعني ده انجاز بالنسبه لامكانيات نادي الحمام على الانديه مثلا زي فاركو، زي الحرس، زي كفر الشيخ، زي الانديه الكبيره دي. بالنسبه لي طبعا ده حاجه كويسه قوي. لكن اللي بتكلم فيه الـ 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 الظروف المواتيه او المناسبه للتدريب نفسه. ان انت تبقى يعني وانا بلعب، لا كان شغل انا، تدريب انا عايز ابقى كويس، يبقى لازم اتمرن كويس. تعبي وشغلي، لكن لا مرتبطه بحاجات تانية كتير. بس تعبك وشغلك هو اكيد اللي هيوصلك في التدريب زي ما انت عايز، زي ما انت كلاعب تعبك وشغلك هو اللي وصلك. والله بص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، فاحنا بنحسن العمل واكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله هينجحنا باذن الله، هيدينا اجرنا ان شاء الله باذن الله. والحمد لله يعني انا منتظر الفرصه وان شاء الله هتيجي، ونثبت ان احنا ان شاء الله زي ما كنا لاعبين كويسين ان شاء الله نثبت ان احنا مدربين. وقت معاك بيجري على طول وسريعا، وحلقه وفقره ممتعه جدا. لكن لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اختم معاك. انا يعني سعيد جدا باللقاء جدا، وفكرتني بايام زمان الحقيقه. يمكن انا كنت جاي ومش محضر خالص، انا ما اعرفش احنا هنيجي جاي نتكلم على ايه الحقيقه. جاي نتكلم على علاء ابراهيم، واحد من نجوم النادي الاهلي، والاهلي في كل مكان دايما بيتكلم عن ولاده. يعني معلش اعذروني الساده المشاهدين، يمكن يكون انا بتكلمت بعفويه شويه يعني، بس انا معلش انا صعيدي برضو. لا بالعكس. لسه ما غردنيش اضواء المدينه ولا حاجه يعني. فانا سعيد جدا باللقاء. يمكن اخر حاجه بس ان انا عايز اقول محمد صلاح الحقيقه ما شاء الله حاجه بنفتخر بيه جدا طبعا كلنا الحقيقه، ربنا يبارك له ويزيده يعني. بس في حاجه غريبه دلوقتي بتحصل، الناس بتنسب نجاحه لأعمال الخير اللي هي بيعمله. يعني يقول لك ده متبرع مش عارف بايه وعمل ايه وسوى ايه. يا جماعه مش ده. اعمال الخير ده لنفسه مش لاي حد. ما يعملش خير عشان كده ربنا يوفقه وربنا يكرمه، لا دي حاجه ودي حاجه. اكيد بيتعب، اكيد ملتزم، اكيد بيشتغل، اكيد بيتعب عشان ربنا يكرمه في شغله. لو احنا بالكلام ده كانت السعوديه خدت كاس العالم على طول. الحاجات الخير اللي بيعملها دي بتاعته هو في 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 الاخره، مش دنيته. الحاجات اللي بيعملها الخير دي ربنا يبارك له، طبعا بيعمل حاجات خير كتير، لكن دي لاخرته. لكن احنا لازم نتعلم ان احنا كلنا نجتهد. لو كلنا اجتهدنا في كل واحد في عمله اكيد بلدنا نتغير، واكيد احنا كمان نتغير. انا بشكرك كابتن علاء ابراهيم، شرفتني ونورتني واستمتعت معاك بحلقه، وكنت ضيف عزيز في بيتك النادي الاهلي. شكرا، ربنا يكرمك، وسعيد دايما وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا. دي كانت فقرة حوار أولى، فقرة حوار مميزة جدا. بعد الفاصل ونقدنا الرياضي وأستاذنا الكبير عصام شلتوت.